بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع اسم من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعيش في هذه اللحظات مع المؤمن. ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى المؤمن، والمؤمن مشتقة من الأمن ومن الإيمان ومن الأمان. فالله سبحانه وتعالى لابد أن نؤمن به، والإيمان معناه التصديق الجازم المطابق لهذا الواقع والحقيقة. الإيمان هو التصديق بالله تعالى، والله سبحانه وتعالى هو أكبر حقيقة في هذه الأكوان وفي هذه الحياة التي نعيشها. إذا أنكر الله في القلوب أو في العقول حدث الخلل. نرى كثيرا من الناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق. لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. لابد من الإيمان بالله، فهو الذي وبإيماننا به يخلق لنا الأمن ويخلق لنا الأمانة. الأمن يكون في علاقتنا مع الآخرين، فضد الأمن الاضطراب والهرج والمرج وعدم الاستقرار، والأمان يكون مع أنفسنا، فضد الأمان الكآبة وضيق النفس وعدم السعادة. والله سبحانه وتعالى إذا ما تخلق الإنسان باسمه المؤمن فآمن به وسلم له وأعلاه في قلبه وخشع له خشوع العابدين واتقاه تقوى المتقين، فإنه يشعر بالأمن والأمان. والأمن والأمان كما أنها آثار الإيمان، فهي أيضا من مستلزمات هذا الإيمان، ويجب أن تتوافر وأن يشيع الأمن والأمان في الناس حتى يستطيعوا أن يمارسوا إيمانهم من غير كره ولا قهر من أحد. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. المؤمن سعيد بربه وآمن بربه ومؤمن بربه، وهذا الاسم مما يشترك فيه الإطلاق على الذات الجليلة والحقيقة العليا، على الله سبحانه وتعالى، وعلى البشر أيضا. ولذلك يتصف البشر أو واحد من البشر بأنه مؤمن، بل وقد يكون علما أيضا فيسمى أحدنا بمؤمن، إلا أن الاسم الذي هو لله حقيقة مطلقة كمال مطلق، فهو سبحانه وتعالى مؤمن، لأنه يصدر منه الأمن ولأنه يصدر منه
الأمان، ولأنه هو الذي يوفق إلى الإيمان، ولأنه هو الذي يجب علينا أن نؤمن به على الحقيقة. ولكن لو سمينا أحدنا بمؤمن فإنه ينبغي عليه أن يبذل الجهد في أن يكون عمله عمل المؤمنين، وهذا يحتاج منه إلى مقاومة نفسه وإلى القيام بالطاعة وإلى البعد عن المعصية، لأن يمكن للإنسان أن يطلق عليه اسم ولكنه لا يوافق حقيقة ذلك الاسم، فقد يطلق عليه أنه عادل ولكنه يكون ظالما، أو صادق ولكنه يكون كذابا، أو مؤمن ولكنه يكون كافرا، إما بالله وإما بالعشير وإما بالنعمة. فإن الكفر معناه الستر، ستر القلب عن الشكر المناسب أو عن التصديق المناسب أو عن العطاء المناسب. فلا بد علينا أن نبتعد عن هذه الأنواع كلها، عن كفر العشير وعن كفر النعمة وعن كفر بالله والعياذ بالله تعالى. الكفر سبب التعاسة، سبب الفوضى، سبب الشتات، والإيمان إنما هو وضوح في الأذهان وعمل بالأبدان والجوارح ولفظ طيب باللسان يخرج من فم الإنسان لأخيه الإنسان. كلمة المؤمن كلمة طيبة، أعلى الله شأن المؤمنين بأن أطلقها على نفسه سبحانه وتعالى، حتى يفتخر المؤمن بأن له اسم من أسمائه تعالى، وقد سمح لنا بذلك كالرحيم والكريم. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.